غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. استعدوا للصاعقة، اربطوا الأحزمة، اسمعوا ماذا يقول الكتاب. أصل هو جاب في نسب منحط لأنه إله متواضع، اتولد في زريبة وفي نسل منحط. الإله ابن زنا، لا يدخل ابن الزنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. النبوة بطبع عكس، باع نبوته بطبع عكس، يدبسه بالحمل، يعني يقعد تامع مع امرأته. هلم نسقى ابانا خمرا ونتجه معه. كرام، كل الكتاب المقدس هو موحى به من الله وصالح للتعليم، صالح للتعليم. طبعا بيعلمك كذب باولادك، بيعلمك زنا المحارم. نبي كريم سكران عريان ملط، ابنه زنى بامه، زنى بامه. الكتاب المقدس بيلمح اللي ابنه زنى بيه، ابنه زنى بيه. ليه؟ هتعلم منه ايه؟ انا هتعلم منه ايه؟ هذا السفيه ابو الرب في الجسد، ابو الاله المتجسد، ابو الاله الظاهر في الجسد. هذا السفيه. انت عاوز تبقى نام في الكتاب المقدس، كاره هدومك تمشي بلبوس. هل هناك قداسه لهذا الكتاب؟ هل هذا من عند الله؟ كل الكتاب هو موحي به من عند الله ونافع للتعليم. اي تعليم؟ الكتاب يقول هذا الرجل اللي بيقول له كيف تجنب اختك رجل حكيم جدا. شوف حكمه الكتاب. زنا شرحي، ايوه. الكتاب المقدس بيعلمك كيف تجنب اختك. اختار نسل منحط لانه كان متواضع، وبعد هذا الكلام يقولون هذا كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله. نسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يصلح من يتنا كل خلاص لوجه الله الكريم، ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ومن العرض، وان يثبتنا بالقول الثابت في حياه الدين والاخره ويوم يقوم الاشهاد، وان يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه المتحدين في الله، وان يجمعنا جميعا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. اشهد الله الذي لا اله الا هو انني احبكم في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا على بركه الله، طبعا موضوع اليوم هو هل حق الكتاب النصارى مقدس؟ النقطه الثانيه كنت عاوز اقول لكم، طبعا احنا سمعنا ولله الحمد والمنه، وهذا فضل الله. يعني بقالنا في البلطوك اكتر من 10 سنين، يعني انت النهارده سمعت التسجيل بعمر ابني، يعني تقريبا بقاله 11 سنه تقريبا او 10 سنين ونص. التسجيل ده اللي هو انهم يعبدون الخروف، بقالنا بتاع 11 سنه هنا في البلطوك ولله الحمد والمنه. ربنا سبحانه وتعالى كلل هذا العمل بالنجاح ولله الحمد. ولله الحمد يعني بعد اكتر من 10 سنين احنا عملنا مناظرات، يمكن اكثر من 400 مناظره في البلطر ولله الحمد، مناظرات باللغه العربيه ومناظرات باللغه الانجليزيه. اخيرا ولله الحمد والمنه مسابقه عالميه رقم 28، وادي اعلنكم روابط، ادخلوا الروابط، اقراوا الروابط او نفسكم، شوفوا انتوا اهو. عملنا مناظره لسنه 2007 مع قس امريكي اسمه جان سي رينكن. جان سي رينكن هو أستاذ الدراسات اللاهوتية في معهد في مارسي هيل في هارتفورد كنتيكان، هو متخصص في هذا المعهد. وكان موضوع المناظرة هو هل الكتاب المقدس كلام الله؟ موضوع المناظرة كان هل الكتاب المقدس كلام الله؟ أمامكم الروابط هي كل الروابط. نعاوز الإخوة يدخلوا الرابط بتاع أيوه الفيسبوك، ده الفيسبوك موجود في الجروب بتاع المسابقه على الفيسبوك. يا ريت تدخلوا وتعملوا كوبي اند بيست وتشوفوا مين اللي اختار. مجموعه اكاديميه متخصصه في بطوله العالم في المناظرات. مجموعه يا ريت الاخوه اللي يدخلوا الرابط ان شاء الله، يا ريت يدخلوا الرابط. ثواني كده ندخل الرابط مع بعض.
والإخوة اللي قبل يعملوا لنا كاب يعني، بس يعني بياخد وقت عندي أنا. فالأحصار هيدخل الرابط ويضع لنا كفر بيست من الكلام على التكس، وانا ان شاء الله اقرا. الكل دخل الرابط، ادخلوا الرابط ده، ادخلوا شوفوا اخوة كرام، شوفوا The largest university level academy competition in the world debate. The largest university level academy competition in the world debate. يعني اخوة كرام يقول، شوفوا اخوان، اكبر مستوى اكاديمي جامعي للمنافسة في العالم للمناظرات، اكبر مستوى اكاديمي ثاني. الموقع عليه ضغط عشان كده بياخد وقت كبير متاسف. اكبر the largest university level academy competition in the world. يعني يا اخوة اللي مختار المناظرة ده يعني صفوة القوم، صفوة زائليه، واللي مختارها دول مش مسلمين، دول مسيحيين ويهود مش مسلمين. يعني ده نصر كبير جدا للإسلام وللعبد الفقير لله ولكل واحد مسلم وللغرفة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. واختاروا دي كانت أفضل مناظرة سنة 2008. يعني أحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الفضل. ودي طبعا هزيش النصارى تضحكوا على الاحباط. الاحباط يقول لك ايه؟ احنا عاوزين للنظر يكون معاه دكتوراه. فانتوا معاكم شهاده من يعني امامكم هم. من اكبر جهه تخصصيه في المناظرات تقول ان دي افضل مناظره لسنه 2008. في اكتر من كده؟ هل في اكتر من كده شهاده؟ ولا انت عندكم حاشه بس؟ الا عندكم حاشه بس. نرجع لموضوع اليوم. ان شاء الله قريبا هيكون عندنا مناظره باللغه العربيه ومناظره انجليزي ان شاء الله مع قس امريكي عربي، بس مش جاكوبي واحد جديد. جاكوبي خلاص ورقه انتهت خلاص ما ينفعش. نرجع يقول يا اخوه كرام، موضوع النهارده موضوع مهم جدا، هو موضوع هل حقا كتاب النصارى مقدس؟ ويا ريت الاخوه الكرام عندما نذكر الكتاب كتاب النصارى يقول الكتاب المدعو مقدس. مدعو مقدس، هو ليس كتاب مقدس طبعا. احنا قلنا هناك نقاط معينة، هذه النقاط حوالي 5 نقاط لإثبات هل هذا الكتاب فعلا كتاب مقدس ولا لا. واحد، هذا الكتاب لابد أن نتكلم على الممكنة، لابد أن نتكلم عن بها في أجمل صورة ممكنة، لابد أن يكون هذا الكتاب لا يحتوي على كلام خارج للحياة، لابد أن يكون هذا الكتاب لا يحتوي على قصص خيالية. آخر حاجة، لابد أن هذا الكتاب يتفق مع العلم والمنطق والحقائق الثابتة. مستحيل يكون كتاب مقدس وهو بيسب في الذات الإلهية. مستحيل يكون كتاب مقدس والأنبياء شوية حرامية وزناة وأولاد زناة. مستحيل يكون كتاب مقدس وفيه قصص خرافية. مستحيل يكون كتاب مقدس وهو بيخالف العلم. مش ممكن. It doesn't make sense. يعني كلام غير منطقي. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة الأولى أو في الجزء الأول بالتفصيل ان الكتاب عبارة عن سب في الذات الالهية، سب مباشر في الذات الالهية. الكتاب عبارة عن سب مباشر في الذات الالهية. الجزء الثاني النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن كيف تكلم الكتاب المدعو المقدس عن الانبياء، وده مستحيل يكون كتاب مقدس. اولا يعني اقوى نص في هذا الموضوع نقدر نقول بالظبط ان الكتاب المدعو المقدس يصف الاله على انه شيخ منصر، ويصف الانبياء على انهم شويه حراميه. يعني علي بابا ولا 40 حرامي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اله النصارى. يسوع يقول جميع الذين اتوا قبلي هم سراق وقطاع طرق. سراق حراميه. جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. انجيل يوحنا الاصحاح 10 العدد 8. انجيل يوحنا 10 8. جميع ما اتوا قبلي هم سراق ولصوص. الانبياء سراق. انبياء الله سبحانه وتعالى سراق. كتاب النصارى يدعون انه كتاب مقدس. وسبحان الله العلي العظيم. كتاب يدعو الى الزنا، وعندنا محاضرة بالتفصيل
أن هذا الكتاب المذهب المقدس يدعو إلى الدعارة والزنا. ولكن أنبياء الله كلهم زنا؟ ده الإله نفسه ابن زنا. الإله نفسه ابن زنا. الإله في نسبه أربع زواني. الإله في نسبه أنبياء كلهم زنا. الإله في نسبه أنبياء عبدوا الأصنام. شوف يعني الكتاب المقدس بالتفصيل. متأسف الكتاب الذي يقول أنه مقدس المدى مقدس. سفر التكوين الإصحاح 38 العدد 3-5. ونظر يهوذا هناك. يهوذا ده أبو اليهود. رجل كنعاني اسمه شوع. فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابن وضاء إسماعيل. اتجوز واحدة خلف منها 3 أولاد. خلف منها عيرة أنان شيلة. كويس كويس تمام. ابنه الكبير عيرة تزوج من واحدة. سفر التكوين الإصحاح 38 العدد 6. وأخذ يهوذا زوجة لعيرة بكر اسمها ثمار. وكان عيرة بكر يهوذا شرير في عين الرب فأماته الرب. مات. سب العقيدة اليهودية إذا مات الأخ أخوه لازم يتجوزه بالإكرار باي فورس. والمسكين لو ما اتجوزهاش تخلع جزمته وتطف في وشه. والله أيوه والله زي ما أقول لكم كده. والله زي ما أقول لكم. ويسمى بيت مخلوع النعل بيت مخلوع الجزمة. تثنية 25 أو 25 5. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصل امرأة الميت إلى خال. 25 5. لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها واتخذها لنفسه. طب افرض مش كويس. افرض شكلها مش كويس. لا بالقوة باي فورس. ليه؟ لأن المرأة تورث في اليهودية المسيحية. لأن المرأة عبارة عن قطعة أساس. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه. تصعد امرأة أخيه إلى الباب للشيوخ. وترقع بالصوت الحياني. لا ده من عندي أنا. ده بقى إيه؟ الترجمة الوسامية. وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل. ولم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي زوج. فادعوا شيوخ المدينة وتكلمون معه. فإن أفرق يا عم مش عاوز يا جماعة حرام عليكم. يا جماعة ده ست ده شبه الدبة. وحشة قوي. مش ممكن بالعقل بالإكراه باي فورس. فإن أصر وقال لا لا أرضى أن تخذاه. حينئذ تقرأت أخي إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله تخلع الجزمة من رجليه وتلصق في وجهه وتطف في وشه وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه فأدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. يسموه بيت مخلوع الجزمة. إيه اللي في الأجل؟ إيه المرأة الذي تورث دي؟ قلة الزواج اللي بالإكراه. نرجع تاني يا إخوة كرام. فابنه الكبير تزوج ثمار مات. فلابد أخوه يتجوزها بالإكراه. سفر التكوين الإصحاح 38 العدد 18. فقال يهوذا لأنان إراءة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أنان إن النسل لا يكون له. فكان إذا دخل على امرأة أخيه إنه أفسد على الأرض. تعرفين أفسد على الأرض يعني إيه؟ يعني العزل ويعزل على الأرض. تعرفوا إن العزل والاسم بتاعه جاي من كلمة أنان. أعتقد مش فاكر اللفظ بالظبط بس اللفظ من أنان. سأخليه أهو O-N-A-N-I-S-M أناسيزم 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 O-N-A-N-I-S-M يعني القذف الخارجي. جابوه من الكتاب المقدس. جابوه من الكتاب المقدس. اتعلموه من كتاب النصارى. من قصة يسوع أبو جد يسوع أجداد الزناة. لكي لا يعطي نسلا لأخيه فقبح ذلك في عين الرب فأمات. الواد التاني مات. حسب الشريعة اليهودية
الواد الثالث لازم يتجوزها. الراجل خاف رفض. سفر التكوين 38-11 لانه قال لعله يموتوا وعيدا كاخويه بالاكرام باي فورس. الست عملت ايه؟ الكتاب المقدس بقى بيقول لك بقى عملت ايه؟ شوفوا بقى القصه بقى. لحظه. الكلام ده موجود في سفر التكوين الاصحاح 38 العدد 14-19. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفقت وجلست عند مدخل عليين التي على طريق تمنة لانها رأت شيلة قد كبر وهي لم تعطي له زوجا. فنظرها يهوذا وحسبها زانية. يا عيني يا مسكين، يعني زانية مش مشكلة، لكن مرات ابنه لا. شوف 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 الادب يا شباب، شوف ادب الكتاب المقدس، شوف الاخلاق. الراجل لو كان هي زانية مش مشكلة، ويقول لك كل الكتاب المقدس ايه موحى به من الله ونفع للتعليم والتوبيخ. تعليم ايه؟ تعليم ايه ده؟ بيعلمك ايه ده؟ انا عاوز اعرف ده بيعلمك ايه. كل الكتاب المقدس نفع ليه وصالح للتعليم ايه؟ تعليم ايه؟ تعليم الدعارة، تعليم الوساخة، تعليم عارة، تعليم الجنس. لانها قد غدت وجاء فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليه، يعني يزني بها. لان خدوا بالكم يا اخوة الكرام، لاحظ هنا في شيء ادخل على النص. لاحظ ما بين في كلمة خد بالك هنا، لانه لم يعلم انها كنتو، لانه لم يعلم انها كنتو. قبلها ضط وبعدها ضط، قبلها نقطة وبعدها نقطة، جملة اعتراضية غير موجود في النص العبري. تقللوا الواقع على القارئ بقدر الامكان، اضافه نعم بقدر الامكان عشان يقللوا الواقع على الايه؟ القارئ. طب يعني زانيه عادي؟ يعني انت بيقول لك الكتاب المدعو مقدس اما تشوف واحده بالسوق زانيه عادي؟ ده ايه؟ ده زنى بها على قارعه الطريق. فقال اني فالاول فايه اتفقوا بقى. فقالت ماذا تعطيني؟ هتدفع ايه؟ فقال ارسل جدي معزي. عندها خروف، اذا كان الرب خروف وليس حربنا الخروف، والخروف ايه ينطعهم لانه رب الارباب من الغنم. فقال هل تعطيني ران؟ اتفع الفلوس. طب الران ايه؟ فقال ما الران الذي اعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يديك. فاعطاها ودخل عليه، زنى بها في على ايه؟ على الطريق العام. فين بوليس الاداب؟ فحملت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. كانت نتيجة هذا الزنا سفاح خلفت من حماها ولدين فارس وزراق. هذا الشيخ الزاني والمرأة الزانية مرات ابنه وأولاد السفاح هم أجداد الرب يسوع، أجداده. إنجيل متى 1:1 كتاب ميلاد يسوع ابن داود. داود حسب رواية مقدس زنى مع امرأة أوريا الحسي بتشيبة وقتل بتشيبة. هذا النبي الزاني حسب رواية التوراة هو جد يسوع، جده يا ابن داود. ابراهيم وهو من اجداد يسوع حسب الكتاب المقدس كذب وقال على امراه اخته. اسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا واخوته. يعقوب يعقوب ايه؟ من عارف يعقوب من ايه؟ ها من عارف يا ابو يعقوب من ايه؟ ما تشوف العبد المذاكرين ولا لا؟ من عارف يعقوب من ايه؟ ها مش عارفين؟ ما حد عارف من الادمن يعقوب عمل ايه؟ عمل ايه يعقوب؟ سرق النبوة، سرق النبوة، سرقها، سرق النبوة. دعك على الرب سبحانه وتعالى، دعك على ربنا، سرق النبوة. لبس الاله اريد، دعك على الاله وضحك على ابوه، سارق النبوة. واخوه
باع النبوة بايه اخوه؟ باع النبوة بايه؟ اخوه باع النبوة بايه؟ اخوه باع النبوة بايه؟ الانبياء دول المفروض كان يبقى نبي، عيسو بطبع عكس، بطبع عكس، النبوة بطبع عكس، النبوة بطبع عكس، باع نبوته بطبع عكس. وبعد هذا الكلام يقولون هذا كلام الله وهذا كتاب مقدس. طب خليها كشري بلاش عكس. ويعقوب ولد يهوذا، يهوذا مين؟ اللي زنى مع مرات ابنه واخواته، ويهوذا والد فراس وزراخ، اولاد الزنا، اولاد السفاح، اولاد زنا المحارم من سمار المرأة الزانية، هؤلاء هم اجداد رب يسوع، هؤلاء هم اجداده. يقول لك ايوه، ما هو الاله جاء من نسل منحط، والله بيقولوا كده، والله يقول لك نعم، هو اختار نسل منحط لانه كان متواضع، اختار نسل منحط لانه كان متواضع. في نسب هذا رحاب بتشيب ربعه، نسب هذا الرب نبي، وهذا الكافر كتب سفر الحكمة، كتب نشيد الأناشيد، كتب الأمثال. هذا الكافر سليمان الكافر كاتب أربع كتب، كاتب ثلاث كتب، كاتب سفر الحكمة ومن الأسفار اللي هي الأبوكريفة، كاتب نشيد الأناشيد والأمثال. في حاجة تانية يكون كاتبها ولا نسيت؟ ممكن. المشكلة والكارثة، الكتاب المقدس يقول جماعة الرب تثنية الإصحاح 23:2، يعني أنا أزغرط أعمل إيه بس؟ أزغرط الإله ابن زنا، أمال الإله اللي هيقتل بقى؟ إذا كان الإله نفسه ابن زنا، الإله ابن زنا، الإله ابن زنا، الإله ابن زنا، لا يدخل ابن الزنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. يا ريت كده وبس. الكتاب المدعو مقدس يخليك تشد بشعرك. اي والله تشد بشعرك. النص دي بيقول ايه؟ النص واضح. التسميه، الشريعه، الناموس، لا يدخل ابن الزنا في جماعه الرب حتى الجيل العاشر. ويسوع غير رايه في العهد الجديد ويقول ايه؟ الزواني يسبقونكم الى الملكوت. الزواني، بالله عليكم اي كتاب ده؟ اي كتاب بالله عليكم؟ اي كتاب ده؟ الزواني يسبقونكم الى الملكوت. يسوع في العهد القديم يقول لا يدخل ابن الزنا في جماعه الرب، في العهد الجديد الزواني يسبقونكم الى الملكوت. الان لوط، لوط النبي لوط عليه السلام ابنه ابراهيم عليه. بالمناسبه النبي لوط الكتاب المقدس ايه؟ نص بيقول هو اخوه ونص ابن اخوه. والفربسيطة بقى، اصل اليهود كانوا متعودين الاخ يقول عليه ابن اخ. اعتقد ان الفربسيط ده كان عايش في المريخ او عايش في كوكب تاني. بيقول لك الاخ كانوا بيقولوا عليه ابن اخ، الاخ يعني اخوك يقول عليه ابن اخوك عند اليهود. نعم نعم. سفر التكوين الاصحاح 19 العدد 30-38، وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لانه خاف ان يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر الصغيرة ابونا قد شاء، وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعدد اهل الارض. هلما نسقى ابانا خمرا ونتجه معه. هذا هو الاساس لزنا المحارم ما بين القساوسة واولادهم. ضعوا روابط لزنا المحارم. القسيس اللي في استراليا 14 سنة بيزني بنته، 14 سنة بيزني بنته، قس 14 سنة بإذن البنت. المرجع في الكتاب المقدس اهو، المرجع موجود في الكتاب المقدس اهو، عادي. هي دي تعليمات الكتاب المقدس، عادي عادي جدا. ايه المشكلة؟ عادي، ما في مشكلة.
هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيا من أبينا نسلا. فسقط أباهم خمرا في تلك الليلة ودخلت البجر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. هذا الكلام كلام غير علمي، كلام غير علمي. لماذا أي دكتور أو حتى ممرضة يعلم أن الرجل السكران لا يستطيع جهاز التناسلي، لا يستطيع الانتصاب؟ مستحيل، مستحيل يقيم علاقة وهو سكران، مستحيل. إذا كان هو سكران مش ممكن لا ينتصب بالجهاز التناسلي بتاعه، مستحيل. كلام غير علمي، هو بس قصف في الأنبياء، هو سب في الأنبياء، ويقول لك ده كتاب مقدس، هو قصف وسبب أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولم يعلم باتجاهها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اتجعت البارحة مع ابي. قال لا، ده انت كلكم قاعدين في كهف، امال هي لما مؤاخذة كانت خرجت من الكهف؟ كله يعني هي ما شافتش اللي حصل امس؟ اه طيب ماشي. نسقيه خمر الليل ايضا فادخلي اتجعي معي معه فنحيي نسلا من ابينا. فسقط اباهما سقط اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا. لاحظوا يا اخوة كرام، كل الكتاب المقدس هو موحى به من الله وصالح للتعليم، صالح للتعليم. اه طبعا بيعلمك تزني باولادك، بيعلمك زنا المحارم. وقامت الصغيرة واتجعت معه ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتها لوط من ابيهما فولدت البكر ابنة ودعت اسمه مواب، وابو الموابيين الى اليوم. والصغيرة ولدت ايضا ابن ودعت اسمه بنعامي، وهو ابو بنعامون الى اليوم. هؤلاء هم كل الكتاب المقدس وموحى من الله ونفع اكتبوا النص تاني. تعليم ايه والتأديب اللازم؟ تأديب ايه وتعليم ايه؟ تعليم ايه؟ كل الكتاب المقدس هو نافع موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. تأديب ايه وتعليم ايه؟ تعليم قلة الادب، تعليم القذارة، تعليم الجنس، تعليم الدعارة، تعليم الأوضاع الجنسية. الكتاب القذر، الكتاب القذر. النبي نوح مسكران تينا وبس، يا ريت سكران تينا وبس. الكتاب المقدس بيلمح اللي ابنه ذنبيه، ابنه ذنبيه. ان ابنه اغتصبه، شوف وصلت لايه يا اخوة اكرام، شوف بالله عليكم وصلت لايه. تكوين الاصحاح 9 العدد 18 وكان بني نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام، لا ايوه حام ويابس، وحام وابو كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بني نوح، ومن هؤلاء تشعبت الارض. وابتدى نوح يكون فلاحا وغرس كرمه وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خباء. فأكثر حام أبو كنعان عرة أبيه. نبي كريم بيسكر عريان ملط، نبي كريم سكران عريان ملط. نبي ليه؟ 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 هتعلم منه ايه؟ انا هتعلم منه ايه؟ نبي هتعلم انا منه ايه؟ ازاي انا اقول لواحد ما بشربش سجاير وانا بشرب سجاير؟ ازاي ما اقولش لواحد لا تزني وانت بتزني؟ ازاي؟ ازاي تقول لواحد ما تسرقش وانت بتسرق؟ ازاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. واخبر اخويه خارجا فاخذ سام ويابس الرداء ووضعه على اكتافهما ومشى الى الوراء وستر عورة أبيهما وضم إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. يا سلام. فلما استيقظ نوح من خمره علم، علم ما فعلوا به ابنه، علم ما فعلوا به ابنه الصغير. والله الذي رفع السماء، هذا ليس تفسيري أنا بل هذا تفسير علماء اللاهوت اليهود، يقولون أنك في الأنبياء
ربنا سبحانه وتعالى بيختار زبالة القوم، اوسخ البشر، انجس البشر يكونوا انبياء؟ حد يقبل هذا الكلام؟ حد يقبل هذا الكلام؟ حد يقبل هذا الكلام؟ فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابن صفير، وقال ما شيء، يبقى عامل شيء. الكتاب المقدس ما قالش الديتيلز التفصيل، في شيء الشال، في شيء مش واضح، في نص ساقط، في كلام يترى ما بين السطور. ليه لعنه الراجل؟ ما عمل شيء، لعنه ليه؟ لانه فعل في الفحشاء. كتاب يدعو انه مقدس من عند الله. يا نصارى تقول لا حرام عليكم، ونبي من انبياء القران هوشع 1:2 اول ما كلم الرب هوشع قائلا اذهب خذ لنفسك امرأة دانية واولاد زنا لان الارض. ما هذا الكلام؟ اسألكم بالله ما هذا الكلام؟ الاله بيأمر نبي يتجوز واحدة زنا وخلف اولاد زنا؟ ايه دي مقدس؟ ايه المقدس ده؟ لا، النبي يعقوب اللي سرق النبوة من اخوه وكان السحر، اشتهر ايه؟ بطبق من العدس. ابنه زنى بامه، زنى بامه. تكوين 49:4 روبين ابن يعقوب يضاجع زوجة ابيه، مرات ابوه، امه ضاجعها، مرات ابوه. ايه؟ كل الكتاب هو نفى نفى. انبياء انبياء انجاس حسب الكتاب، اولادهم انجاس. الزنا متفشي بينه وبين عيالهم، كلهم اولاد سفاح. هارون عليه السلام كان من عباد الاصنام حسب الكتاب المقدس. الخروج 30:32 قال هارون لبني اسرائيل انزعوا اقراط الذهب، فنزعوها واتوا بها الى هارون وبنى لهم عجلا مسبوكا. هارون النبي بنى امامهم مذبحا فقال هذا الهتك يا اسرائيل الذي اصعدتك من ارض مصر. هارون نبي، نبي نبي بيقول لك ايه؟ عمل العجل واليهود عبدوه، ويقول لك ايه هو ده الهك. سليمان عليه السلام اللي ليه في الكتاب المقدس 3 كتب، سفر الحكمة في الكتب الأبوكريفة، الأمثال، نشيد الأناشيد، ماله ده؟ ماله؟ كان كافر ومات كافر. أسألكم بالله كل واحد مسيحي ومسلم وأي دين، إزاي كتاب المفروض مقدس، مش المفروض الكتاب موحى به من عند الله؟ نعم، وعلى الله سبحانه وتعالى يوحي إلى شخص كافر؟ السؤال ده مطروح لكل مسيح هنا. هل الله سليمان حسب الكتاب المقدس كافر؟ اهو الدليل، سفر الملوك الاول الاصحاح 11 العدد 3 وكان لسليمان 700 من النساء السيدات و 600 من السرارة. اهو دول ملكات اليمين اللي بيقول لك ما عندهمش ملكات اليمين. وداود كان ليه ملكات يمين كمان، هي دي ملكات اليمين. المهم فأملك نساء قلبه ورأى لها أخرى، وعمل سليمان الشر في عين الرب ولم يتبع الرب ترك داود أبيه، فذهب سليمان ورأى أشتراط آلاف صهيونيين. كافر، ما كافر، هذا الكافر من أجداد الإله يسوع. هذا الكافر ليك 3 كتب في الكتاب المدعو المقدس. هل الله يوحي إلى شخص كافر بكتاب المفروض من عند الله؟ أين عقولكم؟ ما في رجل رشيد عندكم؟ أين العقل؟ أين العقل؟ أين العقل؟ يقول لك كتاب مقدس، أين القداسة فيه؟ الأنبياء في الكتاب، إذا كنت عاوز تبقى نبي في الكتاب المقدس، قال هدومك وامشي بلبوص. والله ما بهرج، أقسم بالله ما بهرج. والله ما بهرج. الدليل على النبوة في الكتاب المقدس ان انت تبقى عريان، عريان ملط بلبوس. كم ولدتك امك؟ اسمع اسمع، صموئيل الاول
19/23 وكان روح الرب على شاول، فخلع هو ايضا في النبوة ان انت تكون عريان بلبوس، تتنبأ وانت من غير هدوم، تتنبأ. شوف صموئيل الثاني، صموئيل الثاني تتنبأ من غير هدوم. ايوه صموئيل الاول 19/24 مظبوط، تتنبأ من غير هدوم. نبي كريم، نبي عريان ملط كما ولدته امه. يقول لك اصل بيتنبأ، اصل بيتنبأ، دي شروط النبوة عندهم، بيتنبأ. إشعياء الإصحاح 20 العدد 2 تكلم الرب على لسان إشعياء ابن آموس قائلا: اذهب واخلع الممسوح عن حقويك. متأسف، نقرأ من ترجمة فان دايك: وفي ذلك الوقت قال الرب عن يد إشعياء ابن آموس: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هذا ومشى معريا وعافيا. نبي، نبي، نبي. فقال الرب: كما مشى عبدي إشعياء معرى وحافيا 3 سنين آية وعجوبة. على 3 سنين بقول لك معجزة، بقول لك دي آية معجزة، معجزة اللي ما جالوش سل، ما جالوش انفلونزا. هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوف الأستا خزيا لمصر. مكشوف الأستا يعني شعب مصر عقبوا الإله إن المؤخرة بتاعته يمشي، والمؤخرة بتاعته عريانة، المؤخرة بتاعته المقعدة، ده العقاب للمصريين، خزيا لمصر. بالمناسبة عشان تعرفوا المخ المسيحي كيف يفكر العقل المسيحي، جالي واحد يخبط على البيت من شودي أول اللي عايش في أمريكا، أعرف قلت القصة دي كتير وأقولها تاني. قلت له نعم، انت شو دي؟ قال لي نعم. قلت له انت جاي تقرا تدرس معاك الكتاب المقدس؟ قال لي نعم. بمناسبه هذا النص بالذات قال لي نعم. قلت له بقول لك الكتاب المقدس بيقول ان الاشعياء مش 3 سنين ايه وعجوبه عريان، معجزه، هل انت بتؤمن بذلك؟ قال لي اؤمن. قلت له انت تؤمن ان نبي كريم من عند الله ماشى 3 سنين عريان ملط ودي معجزة؟ قال لي طالما موجودة في الكتاب المقدس أنا أؤمن بذلك. قلت له ممتاز، أنا بطلب منك شيء. قال لي إيه؟ اتفضل. قلت له أنا عاوزك الوقت تخلع عزومك ملط وبعدين نبدأ نناقش الكتاب المقدس. قال لي أنت مجنون؟ قلت له أنا مجنون يا ابني المجنونة؟ فأنت تصدق نبي كريم ماشي عريان 3 سنين آية وعجوبة، وأنت إنسان عادي ترفض تخلع هدومك ونبي بيبلغ رسالة ربنا 3 سنين مصدق ان هو ماشي عريان؟ عشان تعرف المخ، مخهم هو افضل من النبي، هو افضل من النبي. زي النصارى بيعتقدوا ان شنودة افضل من كل الانبياء. ليه؟ الكتاب، الانبياء في الكتاب المقدس كلهم زنا واولاد زنا واولاد سفاح. شنودة ابدا، شنودة عمره ما زنا حسب ايمان النصارى الاقباط. الانبياء سكروا، شربوا خمر، شنودة ابدا، شنودة قديس، الروح القدس بترشده، شنودة افضل من الانبياء عندهم كلهم، والتسجيلات موجوده على السايت، وادخل السايت وشوف. شمشون احد الانبياء في الكتاب المقدس، اسمع سفر القضاء 16:1 شمشون ذهب الى غزه وراى هناك امراه زانيه فدخل اليها. استفدنا احنا ايه بقى؟ زي يهوذا يشوف واحدة زانية استفدنا ايه؟ هل في سنة ايه؟ استفدنا ان ايه؟ من انبياء الزنا دول. اسمع القصة دي كمان. ايوب بيسب الذات الالهية. ايوب بيسب ربنا سبحانه وتعالى. سب عيني. ايوب 16:1 دفعان الله الى الظالم. ايوب 19:6 ان الله قد عوجني ولف علي حبولته، ها انا اصرخ ظلما فلا يستجيب لي. ايوب 4:18 هو ذا الله لا يأتمن عبيده والى ملائكته ينسب حماقه. سب بالذات الالهيه. الكتاب المقدس عباره عن قسم بالله.
ايوب 12:6 يكون على الله. يلقي هوانا على الشرفاء ويخي منطقة الاشداء، يعني يعاقب المؤمن ويترك الكافر. يكثر الامم ثم يبدها. ايوب 24:1 يقول على الله لا ينتبه الى الظلم. الله لا ينتبه الى الظلم. ثبت الله. ايوب 29:16 اليك اصرف فما تستجيب. فما تستجيب لي يوما. اقوم فما تتنبأ الي. تحولت الى جاف من نحوي. ثبت الله. داود على هدومه ملط وعامل نفسه مجنون اهبل. ابو الاله يسوع داود، ابو الاله يسوع، يا ابن داود يا ابن داود يا ابن داود، عامل نفسه اهبل مجنون وماشي عريان ملط وبيرقص عريان ملط. فين الكلام ده؟ صموئيل الاول 21:13 ان داود خاف من ملك جد فغير عقله امام الناس وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصارع الباب ويصير ريقه، خلع هدومه وقعد يتفتف ويخبط على الباب. فغير عقله في اعينهم وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصارع الباب ويصير ريقه. نبي ابو الاله يسوع جده، جد الاله، جد الاله، عامل نفسه مجنون وطلع قاعد بتفتف وبيخبط على الباب. صموئيل 2:6-3 فركبوا تابوت الله على عجل، وكان داود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الالات وبالربوب والدفوف وبالجنتوك وبالصنوب، وكان داود يرقص بكل قواته امام الرب. قاعد يرقص واشنو ده بيرقص ليه؟ قاعد شنو ده بيرقص ليه؟ شنو ده يوم ما يسوع بيقوم من الموت بيلبس بدلة رأس وحذاء وماسك سجاط؟ سجاط والله العظيم سجاط. الرب يأمن، الرب يأمن، الرب يأمن، وماسك سجاط في ايديه وحواليه 15 رقاصة قصدي قسيس، وكل قسيس معاه سجاط، والرب يأمن، الرب يأمن. اه ما هو جايبينها من ايه؟ من الكتاب المقدس. ما هو كل الكتاب نافع للتعليم. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. ايوه. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود رأته زوجته ميكال ويرقص أمام الرب. خلي بالك يا إخوة الكرام، خلي بالك. فاحتقرته في قلبها. لماذا احتقرته؟ لماذا؟ خلي بالك. وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل أي داود اليوم، حيث تكشف اليوم، تكشف اليوم في أعين أمام عبيده. كان عريان بيرقص امام العبيد عريان. نبي كريم، نبي، كما يتكشف احد السفهاء، كما يتكشف احد السفهاء. نبي سفيه، هذا السفيه ابو الرب يسوع جده، يا ابن داود، هذا السفيه، هذا السفيه ابو الرب في الجسد، ابو الاله المتجسد، ابو الاله الظاهر في الجسد. هذا السفيه، هذا السفيه. اسمعوا قصة هذا السفيه كما يقول الكتاب المقدس. اسمعوا هذا السفيه ابو الاله في الجسد، ابو الاله المتجسد. صموئيل الثاني الاصحاح 11 العدد 2:5 وكان وقت المساء الثانية ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح البيت، على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم. رأى امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. هذا نبي. هذا أبو الإله المتجسد. هذا ليه مزامير 150 مزمور. هذا السفيه حسب الكتاب، حسب تعبير الكتاب المقدس، هذا السفيه ل 150 مزمور. طبعا الكنيسه المصريه اضافت مزمور كمان من عندهم. يلا زياده الخير خيرين. مزمور مش موجود الا في الكنيسه المصريه 151. اني anyway.
فأرسل داود وسار على المرء، فقال واحد: أليست هذه بتشيبة؟ بتشيبة الزانية في نسل الرب المتجسد يسوع ابن الزواني حسب رواية الأناجيل، ابن الزنا حسب رواية الأناجيل، نسب الزواني. بقول لك أصله متواضع، أصل هو جاب في نسب منحط لأنه إله متواضع، اتولد في زريبة وفي نسل منحط زنا لأنه متواضع. المهم يا أخوة الكرام، أليس هذه بتشيبة بنت إلعان امرأة حورية حسي وعارف جوزها حورية حسي؟ فأرسل داود رسلا فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمس. يا سلام يا سلام، يعني الزنا الوقت زنا كويس ليه؟ لأنه هي تأكد اللي هي إيه؟ مطهرة. شفت الكلام؟ شفت يعني الحكمة؟ شوف حكمة الكتاب. زنا شرحي، أيوه زي ما بقول الفرة بسيطة، زنا شرحي. المهم ثم رجعت إلى بنتها وهي ما اعترضتش، ست متجوزة وما اعترضتش عادي. ليه؟ لأن كل الكتاب المقدس هو موحى به من الله ونفع للتعليم. فأنت ما يجيلك حد يزني بكي حسب المسيحية وأنت متجوزة ما تقوليش لا، ما ترفضيش. ليه؟ ما رفضتش. مرات أوريا حس ما رفضت. هل رفضت؟ هل اعترضت؟ هل قالت حرام؟ أبدا. وحبلت المرأة، حبلت في مين؟ جد من أجداد يسوع. من هو؟ نبي، نبي آخر. ليه ثلاث كتب؟ هؤلاء هم أنبياء الكتاب المقدس. المصيبة مش في كده وبس. هذا النبي حسب رواية الإنجيل سفيه، السفيه وبس، حقير وقذر ومجرم كمان. هذا النبي حسب رواية الكتاب المقدس والعياذ بالله سفيه وحقير ومجرم وسفاح كمان. أولا بعد ما زنى بامرأة الراجل عمل خطة، هذه الخطة يحاول زي ما بيقول المصريين يدبس الراجل في الحمل. يعني ايه يدبسه في الحمل؟ يعني يقول الابن ابنه. ازاي؟ شوفوا عمل ايه. صموئيل الثاني الاصحاح 11 يلبسه الائمه بالظبط. 6:11 صموئيل الثاني الاصحاح 11 عدد 6:11. فارسل داوود الى يؤاب يقول ارسل الى اوريا الحسي. فارسل يؤاب اوريا الى داوود، فاتى اوريا اليه فسال داوود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك وارسل رجليك. يعني شوفوا يا أخوة، شوفوا 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 المكر، شوفوا الخداع، شوفوا النزالة، شوفوا الخسة. مكر وخداع ونزالة وخسة. وده المفروض أبو الإله المتجسد عمل إيه؟ عاوز يدبسه في الحمل، يعني هو اجتمع مع امرأته عشان لما مراته تحضر يفتكر الحمل منه. الابن ابنه هو. فخرج اوريا من بيت الملك، وخرجت روح حصه من عند الملك، ونام اوريا على باب بيت الملك. تخيلوا يا اخوه ان هذا الرجل اشرف من النبي، اشرف وانبل منه. هذا الرجل انبل منه واشرف منه، رفض. نام على باب بيت الملك داود. فقال داود لاوريا: اما جئت من السفر فلماذا لم تنزل بيتك؟ عاوز هو مصمم انه الراجل يروح بيته علشان ينام مع مراته، وما مراته تحبل يقول الايه؟ الابن ابنه. فقال وريا لداود ان تابوت ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيدي سيدي نازلون على وجه الصحراء، وانا اتي الى بيتي لاكل واشرب واضطجع مع امراتي. شفت بقى؟ اضطجع هو ده الشاهد. وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. الرجل أنبل من النبي. داود برضه ما سكتش. عاوز يدبسه بالحمل. عاوز يقول الحمل اللي مش هو الراجل. ما سكتش. ندالة، خسة، حقارة،
هذا هو ابو الاله المتنسي. الراجل افضل منه وانت شوف عامل ايه. سفر التكوين هل صح 11 العدد 12 13 فقال داود لأوريا اقم هنا اليوم وغدا افرغ. فاقام أوريا في اورشليم ذلك اليوم وغدا ودعاه داود فاكل امامه وشرب واسكره. اسكره متعمد ليه؟ عشان يروح ينام مع مراته ويفتكر الحمل منه. شوف الخسه، شوف الندانه، شوف القذاره، شوف المجرم. ويقول لك ده نبي وابو الاله المتجسد. يا ابن داوود يا ابن داوود. وخرج عند المساء ليتضع في مبدأه مع عبيده. والراجل رفض برضه يروح ينام مع ايه؟ مراته. راجل نبيل. دلوقتي داوود مفيش ده محل الان اللي بقى يقتله. ما عاد ده محل اللي هيتفضع ابو الاله المتجسد. هيتفضع ابو الاله المتجسد. لابد يقتله. يعني مجرم كمان، مش خسيس وقذر، لا ده مجرم كمان. صموئيل الثاني الاصحاح 11 العدد 14 15 وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله بيد اوريا وكتب في المكتوب يقول اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده وارجعوا من وراه فيضرب ويموت. خطه لقتله. الكتاب المقدس يقول او المدعو المقدس صموئيل الثاني الاصحاح 11 العدد 16 17 وكان في محاصرة يؤاب المدينة انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فيه عشان يتقتل. عملوا خطة ان هو يقتلوه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشام العبيد ومات اوريا الحسي ايضا. الراجل مات شهيد. والنبي حسب رواية الكتاب المقدس قذر، زاني، خسيس، مجرم، قاتل، الراجل ميت شهيد، ميت في الحرب. ده مش كده وبس، ده هم اضطروا ان هم يضحوا ببعض القواد عشان يموت معاهم اوريا الحسي، يبقى معاهم في الشله اللي هتموت. فما علم كده داود اتضايق فقال له خلاص ما تزعلش اوريا الحسي مات. قال طب 100 فل وعشره الحمد لله. واخدين بالكم من الخطة؟ يعني وضعوا القؤاد في المكان اللي فيه حرب شديد. فاتقتل منهم كتير، فداود زعل. فقال له يا عم 100 فل، اوريا الحسي مات. قال اه 100 فل وعشرة، كده تمام، اشارتكم خضراء. صموئيل الثاني الاصحاح 11 العدد 18 21 فارسل يؤاب واخبر داود بجميع امور الحرب واوصل الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع امور الحرب فان اشتعل غضبا غضب الملك وقال لماذا دنوتم من المدينه القتال؟ ام علمتم انهم يرمون من على السور؟ من قتل ابي ملاك؟ الاسم صعب شويه. الم ترموه امراه بقطعه راحه من على السور فمات؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقال قد مات عبدك اوريا الحسي ايضا. خلاص بقى اوريا الحسي مات بقى. متفل بقى صلى على النبي. قال كده تمام. خلاص اشارتك خضرة مش مشكلة. هذا النبي حسب رواية الاناجيل القاتل الزاني الخسيس الوقح هو ابو الاله المتجسد يسوع. المصيبة شوف مدى غباء الأعباط المصريين والكنيسة العبطية. اسمع يقول مثلث الرحمات الأنبا يؤنس على سقط داوود صفحة 102 يقول من يصدق أن داوود العملاق يسقط ويسقط في خطية الزنا البشع وخطية القتل المروع؟ هل يصدق أن داوود هذا الذي شهد له الله شهادة لم ترد عن إنسان آخر في الكتاب المقدس
فتكت قلب داود بني ياسر رضيته حسب قلبي. ومع ذلك اسكت هذا الانسان. اسمع بقول ايه؟ اسمع اسمعوا الاعباط، ان بصمات الشيطان واضحة في قصة سقوط داود. الشيطان سيطر عليه. سيطر على مين؟ ابو الاله المتجسد يسوع. وهكذا نرى في قلب داود بن ياسي حسب قلب الرب نفسه، اي مثل قلب الرب، والذي سيفعل كل مشيئة الرب. ومع ذلك يقوم بالزنا والقتل والغدر والخيانة. هم نفسهم بيقولوا نائل. هذا انبياء، هؤلاء هم انبياء. ويقول وهيب عزيز خليل في كتابه استحالة تحريف الكتاب المقدس صفحة 185 يقول: لقد كانت سقط داود سقط عابرة في حياته، فهو لم يعثر حياته زانيا بل قدم توبته الصادقة. توبة صادقة؟ هو الله سبحانه وتعالى يختار الزنا؟ هو الله يأمر بالفحشاء؟ سبحانه وتعالى. هذا النبي الزاني هو أبو الإله المتجسد. الآن كنت بتفرج مرة على برنامج من البرامج عن الكتاب المقدس، أعتقد في قناة اسمها A&E أو حاجة زي كده، الإخوة اللي في أمريكا عرفوها في الكيبل. فجايبين علماء يهود ومسيحيين بيتكلموا عن داود، بيقول عن داود بيقول عليها عائلة مفككة. عائلة مفككة. اسمها العائلة المفككة. ابنه. الكتاب المقدس بيعلمك كيف تزني بأختك، كيف تزني بها. هل هذا كتاب مقدس؟ هل هناك قداسة لهذا الكتاب؟ هل هذا من عند الله يعلمك كيف تزني بأختك؟ كل الكتاب هو موحي به من عند الله ونافع للتعليم. اي تعليم؟ دعوا النص. اي تعليم هذا؟ والكتاب المقدس بيؤكد على حرمة زنا المحارم، ومع ذلك نبي اولاد الانبياء بيزنوا ببعض. يعلمك كيف تزني بأختك. صموئيل الثاني الإصحاح 13 العدد 1-4: وجرى بعد ذلك إن كان لأبشالوم من داود أخت جميلة اسمها ثمار، فحبها أمنون ابن داود، وأحضر أمنون للصف من أجل ثمار. مرض عشان عاوز يجني بأخته. مرض لأنها كانت عذراء. هيموت عشان يجني بأخته. شوفوا الوساخة والقذارة، الكتاب القذر. وعثر في عين أمونة نفع لها شيئا. مش عارف يعمل لأخته ايه. أخته مش عارف. وكان اسمعوا الكارثة. استعدوا للصاعقة، اربطوا الأحزمة. اسمعوا ماذا يقول الكتاب. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعي اخي داود. وكان يوناداب رجل حكيم جدا. شوف المسخرة، شوف الوساخة والجزارة. الراجل اللي دله يزني باخته ازاي، الكتاب بيشهد ليه انه كان حكيم جدا. شوف الوساخة. ادفوا على هذا الكتاب، ادفوا عليه وسجلوها في المحاضرة. ادفوا عليه، على هذا الكتاب اللي بيقولوا كتاب من عند الله. الكتاب يقول هذا الرجل اللي بيقول له كيف تزني بأختك رجل حكيم جدا. كان رجل حكيم جدا. فقال له: لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا من صباح الى صباح؟ ام تخبرني؟ فقال له أمنون: إني أحدث ثمار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب: اضطجع على سريرك وتمارض، وإذا جاء أبوك يراك فقل له دع تمار
أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمان. هذا الرجل الذي قال كيف تزني بأختك يصفه الكتاب النصارى إنه كان حكيم جدا الجريمة، وبيسرع الكتاب الجريمة بقى. صموئيل الثاني الإصحاح 13 العدد 9-19، وقال أمنون اخرجوا كل إنسان عني، فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثمار ائت بالطعام إلى المبدأ فأكل من يديك. فأخذ الثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المبدأ وقدمت لها ليأكل، فأمسكت وقال لها تعالي اتجعي معي يا أختي. فقالت له لا يا أخي لا تزلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. كل الكتاب وموحى به من الله ونفع للتأديب في الدعارة ونفع للزنا ونافع لتوصيف الأوضاع الجنسية. وقدمت إليه ليأكل فأمسكها وقال لها تعالي أرتجع معي، أرتجع يعني ينام معي إذن بها يا أختي. وقال لها يا أختي، يقول لأخته أخته. فقالت لا يا أخي لا تزلني إنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. إما أنا فأين أذهب بعالي، وإما أنت تكون واحد السفهاء في إسرائيل، ولا أكلم الملك لأنه لا يمنعني منه. فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها بالإقرار واتجع منها. اغتصب أخته. والراجل اللي دله على الاغتصاب الكتاب بيوصفه كان حكيم جدا، يوناداه رجل حكيم جدا، اغتصب اخته. كل الكتاب هو نفع للتعليم، تعليم الدعارة، تعليم القذارة، تعليم النجاسة، تعليم الاوضاع الجنسية، كيف تزني باختك، كيف تزني بامك، كيف الانبياء زنا، كيف اولاد الانبياء زنا. يا ريت كده وبس. نسمع بقية العائلة المفككة. البنت لها أخ اسمه أبشالوم، زعل، عمل إيه؟ اغتصب كل زوجات داوود، كلهم اغتصبهم على السطح أمام كل إسرائيل، واحدة واحدة اغتصبهم أمام كل إسرائيل. كتاب إيه ده؟ كتاب إيه ده؟ لكن الكتاب المقدس. كتاب ايه ده؟ مقدس ايه بس؟ نفسي افهم كتاب مقدس ايه؟ صموئيل الثاني الاصحاح 16 العدد 20-22، وقال ابشالوم ليختي وفل، استعدوا للكارثه، استعدوا للصاعقه، اربطوا الاحزمه، هبوط اضطراري. اسمع من هو اختوفل، من هو اختوفل؟ اسمع. فقال اختوفل لابشالوم ادخل على سرار ابيك، يعني ملكات اليمين بتوعه، اللهم اللواتي تركهن لحفظ البيت فيسمع كل اسرائيل انك غسرت مكروها من ابيك. فتجد ابشالوم الخيمه على السطح، ودخل ابشالوم الى سرار ابيك امام جميع اسرائيل، امام جميع اسرائيل. استعد للكارثه والصاعقه. من هو اخيته في من هو هذا الشخص؟ اسمع. صموئيل الثاني الاصحاح 16 العدد 23، اسمع كيف يصفه الكتاب المنحط، اسمع كيف يصفه الكتاب المنحط. وكانت مشوره اختي وفل التي كان شربها في تلك الايام كمن يسال بكلام الله، كمن يسأل بكلام الله، كمن يسأل بكلام الله. هذا السافل المنحط اللي قال له ازاي ينتقم من ابوه ويزني ويغتصب زوجات ابيه، يقول لك كلامه هو كلام الله، كلامه هو كلام. هذا هو الكتاب المنحط، كتاب القذر اللي وسخ. روبين ابن يعقوب يزنى بزوجة ابيه،
سفر التكوين. الإصحاح 35 العدد 22 26 وكان بني يعقوب 12 بنو ليا رؤوبين بكر يعقوب وشمعون ولاه ويهوذا ويساكر وزبلون وابن راحيل يوسف وبنيامين. anyway نوصل هنا، خد بالك يا اخوان، تكوين الإصحاح 35 العدد 21 22 ثم راح الى اسرائيل اللي هو يعقوب ونصب خيمته وراء مجدل وعدس كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض. ان رؤوبين ذهب واضطجع مع بلها سريه ابيه. طب هو اما ابوك يمشي تنام مع امراته؟ هو الكتاب المقدس بيقول لك اما ابوك يمشي يسيب البيت تنام مع امرات ابوك؟ هو ده كل الكتاب المقدس نفع للتعليم؟ كل ده ليه؟ واستفدني ايه؟ وليه نام مع مرات ابوه؟ ليه؟ ايه الفايده؟ كل الكتاب نفع لأي تعليم؟ اي تعليم؟ ولا شيء. سليمان نبي كريم ليه ثلاث كتب، سفر الحكمه، سفر نسيت كمان سفر الجامعه. ما حدش قال لي هتكسب ايه؟ جل من لا يسهو، ما قلتليش ليه سفر الجامعه كمان؟ اربع اسفار، الحكمه والجامعه ونشيد الاناشيد وايه كمان؟ والامثال. اربع كتب اللي مألفها مين؟ واحد كافر، كافر في الكتاب المدعو المقدس. اربع كتب موحى بها الى شخص كافر، كافر، كافر. الحكمه، الجماعه، نشيد الاناشيد، الامثال. الملوك الاول اصحاح 11 العدد 1-12 وحب الملك سليمان نساء غريبه كثيره مع بنت فرعون، موابيات، عمونيات، ادوميات، حثيات من الامم اللي هم الكفار الامميين، جويم من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يملون قلوبكم وراء الهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبه وكانت له 700 من النساء، بتتزوج 700 واحده و300 من الثراء و300 من ملكات اليمين، وكان في زمان شيخوخته يعني النبي الكريم مات على كفره ان النساء املن قلب وراء اله اخرى ولم يكن قلب كاملا مع الرب اله وقلب داود ابيه. فذهب سليمان وراء اسطورات اله السبيونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عين الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه. لاربع كتب هذا الكافر مات كافر، ولاربع كتب. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكاموش وعمل معابد للاله الوثنيه، عمل معابد لهم، رجس الموابيين على الجبل الذي اتجاه اورشليم ولمولاد رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نساء الغربيات اللواتي كان يقودان ويذبحان لالهتهن لالهتهن داخل بيته. كانوا بيتعبدوا الاله داخل بيته. وده طبعا هذا الكافر اللي مات كافر وليه اربع كتب في كتاب المدعو المقدس، جد من اجداد الاله المتجسد يسوع، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخواته، ويهوذا ولد فارس وزراح من ثمار، وفارس ولد حسن، وهكذا الى ان ناتي لداود، داود ناتي لمين؟ الى سليمان. ايوه النسب. هارون عبد الاصنام، سفر التكوين، الخروج، الاصحاح 7 العدد 1-2 فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك اله لابراهيم وهارون اخوك يكون نبيا، انت تتكلم بكل ما امرك وهارون اخيك يكلم فرعون ليثق بني اسرائيل. هذا النبي الكريم عبد الاصنام.
ويقول الكتاب المقدس عن هارون سفر الخروج 4:15 وانا اكون مع فمك اي فم موسى ومعه فمه اي فم هارون واعلمكم ماذا تصنعان. الله سبحانه وتعالى. وفي الاخر عبد هذا النبي الكريم ماله؟ عبد الاصنام وعمل العجل اليهود يعبدوه ويقول ده اله. سفر الخروج الاصحاح 7 العدد 19-20 ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يديك على مياه المصريين على انهارهم وعلى سواقيهم وعلى مجتمعات مياههم اللي تصير دم فيكون دم في كل ارض مصر في الاخشاب والاحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما امر الله. فقال الرب لموسى قل لهارون مد يديك بعصاك على الغلال والسواقي والاجام واسعد الضفادع على ارض مصر. فمد هارون على يد يعني المعجزات عن طريق هارون فضع الضفادع وغطت ارض مصر. سفر الخروج الاصحاح 8 العدد 16-17 كل المعجزات على يد هارون حسب الكتاب المقدس. ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك قطر اضطراب الارض ليصير بعوضا في جميع ارض مصر. ففعل هكذا مد هارون يديه بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوضا على الناس وعلى البهائم كل تراب الارض صار بعوضا في جميع ارض مصر. كل المعجزات على يد ايه؟ هارون. وفي الاخر ايه؟ شوف المصيبه الكارثه. سفر الخروج الاصحاح 32 العدد 1-6 ولما راى الشعب ان موسى ابطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا الهه تسيل امامنا لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصاب. فقال لهم هارون اللي لسه المعجزات على ايديه ان الرب بيتكلم بفمه قال له ذا اقراط الذهب التي في اذهان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون فاخذ ذلك من ايديهم وصوروا بالاذنين وصنع عجلا مسبوكا. فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل الذي اصعدتك من ارض مصر. هارون اللي لسه عامل معجزات. فلما نظر هارون بنى مسبح امامه عمل له مسبح كمان معبد. ونادى هارون وقال غدا عيد الرب. ففكروا في الغد وصعدوا محرقات وقدموا ذبائح السلامة وجلس الشعب للاكل والشراب ثم قاموا للعب. انبياء كفار كلهم. احنا قلنا يعني مش عاوزين نطول عليكم قلنا اذا كان هذا الكتاب مقدس لابد يتكلم على الله في اجمل صوره. لابد يتكلم عن الانبياء في اجمل صوره. لابد يتكلم لابد يكون هذا الكتاب خالي من القصص الخيالية والأساطير. لا يحتوي على كلام خارج الحياة. يستحيل أن يخالف العلم والعقل والمنطق والحقائق السادة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح نيتنا تكون خالصة لوجه الله الكريم. اللهم آمين رب العالمين. الله اكبر تكبير كل فرد مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.